الريح ما هي خالقة. يا ظالم الدوس. صور انا ما غادي لي فد انا ندور على انا ما يا الله لي الله لي الحمية للبوليسية الحمية المخاسنية حرق بيو خدي عنك اعطيني الابيض نصور به الابيض اعطيني انا كاينين عليهم ولا يقعدوا مستعجلين يقعدوا هما ما يقال الناس ليت انا لين طاحت انا عندي الف هاي بغيتش
الإسلام وواجبات الإسلام. ألف ألف وطني، ألف ألف يا عبد الغني يشتيك ويعلم الله البلادات الثانية اللي عندي هي شعبتكم السمندر. شهيدة كيف أي شهيد يطير لين طار على وطني طلعت الريح والدقدق ذا طاحت تحت شاوف المواطن بالنسبه لي شهيده وانا الى مت شهيده والله الى ماتت شهيده. انا نقول الاحتلال المغربي لا يعجلكم هذه الحق ذا وشوف شراتكم ذلك انا نتحكى معكم يا الاحتلال المغربي قايل لكم تعالوا دوا الجنة تعالوا تروحوا من فوق بكل الشرطه بصوره من فوق الشرطه مده عام انتوا جرافاتكم يا قايل الفشل كل المشاهدين كاملين ونحيي الشعب الصحراوي في كل مكان ونرفع تحياتنا من داخل منزل عائلة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونقول لكم لا منابلة زي الله فريقة صامدة اللي تفضل بطمحنا اللي تفضل بطمحناش ما هي السحق يا رب العالمين الشخطة بالدنيا فيهم. ما هي؟ انا اتصور هكا. ما تشوف. استنى تشوف. يا من تذكر
الاحتلال المغربي اليوم 9 ماي اللي كان في الذقع عيني اللي تدخل علي تدخل همجي وضريك من 15 عام هذا اليوم اللي هو كان ذقع عيني من عندي عارفة عنه فقع عيني من أجل هذا الموقف من أجل هذه الكرامة ما وقفني بعد فقعت عيني قال ما وقفتوني ما قدرت تنزل إرادتي وتمت عليها اليوم هذا ولا يتم عليها لأن موت شهيدة الحمد لله الاحتلال المغربي والقوات والجمال والحق هذه هي وأنا قطعا عني نبقي سعيد بهذا المنظر اللي شفت الاحتلال المغربي لان ما قد ينزع العالم الوطني من فوق سطح الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه من تحت الرايه قالوا المؤسسين وقالوا لا الله والله ولا تمشي السلطان وتلهد الرايه القدام تعالوني راني متواعدة معاكم ميعاد معاكم من هذا الشهر لن نكمل من وقتي لا ينوقف القدام ولا ينوقف دعايتي وانا متواعدة معاكم تجيبي المطار وتجيبي الجيران وتجيبي الجميع ميعاد معاكم يا ونشكر الرجال ونشكر الأبطال في كل مكان
نشكر جماهيرنا في مدينة العيون على هذا المنبر وهذا التضامن اللي عمل عليه الناس مدينة العيون المحتلة. نشكرهم في دار يهديها من تحويض المعتقلة السياسية والمعتقلات والثوريات وبنات الجبهة الشعبية لتحرير صوت وحماية أدلب. نشكر المولي مجموعة المناضلين والمناضلات اللي هم اليوم معدلين إدراك في المقر ASFDH اللي في مدينة العيون المحتلة. نشكرهم على هذا التضامن وعلى هذا التلاحم. نشكر كل المنظمات ونشكر كل المنظمات الحقوقية في كل مكان وتضامنهم وثقفتهم إلى جانب عائلة الخية، إلى جانب كريف، إلى جانب عالي كان داخلي دعمنا زين قطعا عنا كامل هذا تحدي الاحتلال المغربي منين تعود امريكيه وبريطانيه بين هذا الموت في منزل عائلته الخير بهذه المعامله السلبيه اللي ناقص علينا الاحتلال المغربي. يا ذلنا بلانا الاحتلال الا توجد وتروح يقول الاحتلال المغربي القاشم انه ما حصل له ما هو مفضاحه ولا حصل له ما هو كشف حقيقته ويقابله ويديروا جهاده ويديروا معركته بهم اللي هم والله عظمت المنانة لسياني مرة من الى زيد لا ماركة واحدة والمستوى واحد والمبدأ واحد والعقل واحد والسند واحد والمبيضة ما تتكلم عليك صحة ما قال ما احتلها هذا هو المنانة ليش تقاوع لي الصحراء ما قال ما احتلهم اللي احتلتهم اللي دائرة الخزر اللي من قال الاحتلال المغربي القاشم من قال حجر لي يا عمر ليت دخلت علي وكنت جيت فيها نشري من بيتي وقفت مع نسوي للسالي قلت له شنو قال لي راهم مدخلين من قال لي حكمتني وضربت علي وخلقت خلاني وديت قتلوني وقتلتي التركه ما قتلهم وقتلتي الوقت والوعر كنت تقول لي منين تعليها انا نقتلك بغيك عبد العام راني مستنى اللي قتلتي لعل يعجبك عني ماني عارف خليك معانا خليك معانا انا اكلك من ذاك الليل بالليل السنه ايش عدلت قتلتي ما دخلتني انا تصلت حتى تعدل لما قتلتي الاحتلال المغربي القاشم الاحتلال اللي ما هو دال على سبيبه واحده الاحتلال اللي واسع عنه احتل بعده واسع عنه يحتل البشر ما تقدر تحتلنا نحن هم اللي قاومناك بطولة 47 سنه وقطعا عن عقد ذكرى 9 أيام لتأسيس الجبهه الشعبيه تحرير صوتي حماية 10 ماي نهني الشعب الصحراوي في كل مكان مناسبة هذا العيد المبارك أنا من اليوم قلت أنا الاحتلال على المتعلمات 10 اليوم عقاب النهار أنا قلت 8 مليون 9 هي ذاك الشعب وقطعا عنه يعدى بناء يعدى بناء وقطعا عنه ما قد طلع في مدينة الجنة ولا في كل مكان ما خلت التعب وخلت في المناطق اللي الناس انت
عندك لو تدشنت دشناهم احنا تلقينا منها على الصباح دشناتهم وصينا باعلامنا ودشناها في ما تكون على ودخلت علينا بدون عنا مرحبا ودون محل المناضلات بنات الجبهة الشعبية بكل مكان اللي ما في الوحدة لقطت حست بعيدها ولقط خلقت عيدها نحييها ونقول عنا على الدرب سائرين ان احنا في صحرية ما قد سكننا حد قولوا ما قد سكننا لمن الحال غير ذاك لان كنا ماشيين على وينات على الاحتلال المغربي القاسم الى ان يعرف عنا ما هو شيء يا خير كيف نقول يدير لي الميناء احداث بقالك لا تهدني وديني في السجن في الباب ولا تقصفنا وتخلينا ارمى حالي هما مستاني باقيات لك ما كل شيء من معاملتك السيئه الراخيه كامله ما رصتها علينا يا خير بعد ما هو اللي فينا ولا هو اللي يردنا والله عظمت المولانا اللي فرحانه اللي زين عند العود كيف العالم الوطني اللي طاح وجيتوا ايها خالين وحصاد تل عليه يقول حد عنهم ما نعرف يا خير العالم هو اللي دخلكم فيقه دخلكم فيقه في العالم دخلكم في الولايات المتحدة دخلكم في أوروبا دخلكم في آسيا دخلكم في أفريقيا كامل دخلكم في المناطق المحتلة أنت تتفاهم من العالم ترتعدوا كاملين ما تشوفوا ما تقولوا قاسين وتعرف الروح هذا شهيد هل أقولك يا خيتي هذا شهيد هذا العالم ما تسمى دنيا شهداء وكلهم شايف تسعة حتىك انت وكلهم وقتك اتوقعت انا ليش عاد سمعت انا تحت العلم كامل باش تعرف كل سياري انت لشمنا لسويات مجلس قلت لهم الرحمة بين الغيزين بين المنابر اللي حق صحك بين لكم طويلة حياة ما ننساه عنكم كان مرعبكم كان مرعبكم بالعالم الوطني كان معاكم بالكلمات الثورية اللي ربى بها الأجيال هذا نقولوا الاحتلال المغربي القاسم ونقولوا عنا لرادها الله ما خالق معه المواصلة ما خالق معه التحدي ما خالق معه الإرادة تحية نضالية وكل وطن بالشهادة today with Svetlana Khaya. We had a team of four peace delegation members to come and witness what's happening, what has happened in her home. Two of our team left and two are left. Ruth McDonough and myself are here in the Khaya home, supporting them in their home and stop all rapes amongst the Sahrawi people. Number two, to stop the siege of the house, which is currently taking place every day. It has taken place for more than 530 days every day. Today, we add to the list of rape and beatings and private property destruction, poisonings, and terror. We add to the list that the Moroccan occupying forces as stealing private property. Today, one of the flags that you see in the background, which you have been fell off the roof. And in less than 30 seconds, the illegal occupying forces had a motorcycle in front, stealing the flag and the flagpole and driving off with it. I witnessed this with my own eyes, and so did the Khaya sisters. So we can add that to the list to be able to speak freely about what we've seen with no opinions, just truth from observations. The third thing the Khaya sisters are asking for are the National Partisan Human Rights Organization to come into the home and document what's been going on here. I'm not sure if it's been an official call, but here's an official call. Citizen of the world and a citizen of the global community. Amnesty International, the United Nations Human Rights Commission, please
someone here to the house. Someone who can take an official report of what's happening. We need to get this on the record by an official organization. And any other human rights organization that cares to listen to this, or that happens to listen to this, and can make it. You have an open invitation from Sultana Khaya to come here and make a report, which is needed desperately in the midst of the brutal violence, stealing, destruction of property, rapes, terror, poisonings that the illegal occupiers of Morocco are doing here in Boujdour, Western Sahara, which is a territory that has no legal owner. And because as a team we decided that try to move too much into politics, we will remain standing in solidarity with Sultana and her family, asking for a stop to the rapes in the house by the illegal occupiers of Morocco, which is still going on, and to allow a delegation of nonpartisan human rights organizers to come in and have a report of what's happened in the past 5 years. Non-violent protesters asking for human rights here in Western Sahara, where Morocco illegally occupies their homeland. ونرحب بزين وشافي عائلة الله ويقف السلام عاجلا وقت مولانا بحجلا كاملين كاملين عن الرحب بهم رغم أولاد هاي الدار رغم رحب بهم ونقالوا عندي الدار دارهم دارهم سابق نحن يمتين بيه وهم من نحن نشكرهم على ذي العبد والمكان ونشكرهم على ذي الوقف نوقفوا مباشرة إلى جانب الشعب الصحراوي واللي ظهروا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اللي متعرضوا لها من طرف الاحتلال المغربي الاحتلال ومنين نقول الاحتلال هذا الاحتلال اللي قالوا نخينزوا اللي ما هو لا يسمع عندنا ما هو الاحتلال وهو لا شيء إلا أنه احتلال وعاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعاشت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب وعاش الشعب الصحراوي وعاش المنطقة السياسية والقانون العسكري اللي هم داخلين يتلاقون معاه حسين الزهري حسان الدار مدعوم مع الرفاق هيك ناس يسمعوا راني البارح نكرر اسمه من دون نقول قيل الاسم لك صح تخيل بنتي نشكرهم لما تعاملوا معنا مع الصحراوية في كل مكان ونهنيهم مناسبة هذا العيد ونتعاملوا مع مقاتل جيش تحرير الشعب الصحراوي المقاتل البطل المقاتل اللي كان استعد المعارف باحتلال وجنوده جنوده على الشيء اللي ما تعرف ما هو لا تاكل الخبز والزيت والتاي وش الرجال صحراوي ما هم ماكلين كاع ولا هم شاربين بارك عليهم يتم القارعين هذا المحتل المغربي تحيه نضاليه لكل الوطن او الشهاده. Just wanted to add that Ruth McDonough is on day 6 of an international hunger strike to bring attention to the illegal Moroccan occupation and what they're doing here in Boujdour. Ruth is doing well, she's strong, she's still clear, she's showing signs of fatigue and sleeping, but this is normal in a hunger strike. She's on day 6, and internationally, people are coming from all different parts of the world and joining in on a 24-hour hunger strike to show solidarity with Sultana and Ruth. YouTube videos by going to karamasahara.org, karamasahara.org, and sign up for a 24-hour fast to show solidarity and ask that the illegal Moroccan occupation of Ruth
garbage door, stop raping these women and girls, stop the situation of their lives, and allow an international nonpartisan human rights organization to come into the house and document what has happened here. شكرا للاخ علي، شكرا على هاي الرساله اللي هو بعث من قبل كوف. شكرا لهنا. نقول مدخل اللواء بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية، تحية المجد والخلود للشهدائنا الأبرار، وعلى رأسهم مفجر ثورة 20 ماي الخالد الشهيد لولي مصطفى السيد. نحن اليوم في هذا النهار 9 ماي الليلة نقول فيه لا هي رسالتي بعد أولا للعالم لإنقاذ حياة روف اللي هي زين، اللي هي حالتها سيء. البارح بيته في ليلة اللي عادت تقيف، واليوم ما تقعد وحالتها ينفى لها. أنا ناشد العالم، أحرار العالم لإنقاذ حياتها وإنقاذ حياة عائلتها الخية من هذا بطش الاحتلال المغربي. وفي هذا النهار اللي مثله كان العام الفايت اللي قالوا الاحتلال المغربي أظهروا مصير عنهم يسرقوا، اللي كان 9 ماي العام الفايت كانت طلوع من الطائري على منزلها، كان اقتحام عليها كيف اليوم، وكان اقتحام شديد، واللي ما خلاها عالم ولا تلفون ولا تلفون ولا خلا بوق، واللي كان هذا نحن كنا على السطح وهي على السطح، واللي غير عليها الاقتحام في النهار نهارا جهارا كان ضايل تلفزيون ما راحش مالين عليها هي والصالحه ابو التنقيسه اللي كان في هذا النهار اليوم، واللي دايلة كان اقتحامهم على منزل الحلايا ولا خلاها رايا ورفد الرفاق ورفد اللي كانوا في الدار كانوا مدينة اليوم يحس رايا. أنا حقيقة لو كنت لا كنت لا نقبل الحجر ولا نفخ، أنا نفخ إن شاء الله خليته عني، دافع على مدينة شرطي دافع يا حسايا، أنت ما تخليها من فوق بعد يا شهر اختفيته، ما هو قال له فوق الراية، الراية شهيدك الشهيد اسمع، وأنا بصراحة ما أقول عليكم، مختارها عن عمري عن روحي. كاملة على روحنا وعندنا لا انتوما نخرجكم جاي من قبل دافع على المطار هاي الصف اللي جاي دافع شرطي ويحسها ما يحشي يا قدو يا قلعوها فوق السطح يا غير نقول لهم انا وينهم وين اللي نقول لهم الحويسين الحويسين ما جا منهم ما جابت كلمة الناس حاق سادات عليهم قلسي هو الحويسين عدلهم من شرايين دخلنا بالقوان خبطنا بالسنانير كان يقول قال العمل لا هي لا 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 هي عدل تسع قال اللانقات ما عدل لهم تسع شرفات ما عدل لهم تسع لهواي كبير ما هو مقدمين ما عدل لهم تسع لاقتحامات ما عدل لهم واحد 13 أقار نقول لهم أنا يطلع السطاح النمرات سامي ولا 10 ماي والليلة كل العام فايتة معدل معدل علي في الكبة ولا يشللوا ولا اللي رايت هو ما عارفهم ولا هذا اللي أنا ما عارفهم هو هذا ما يصدق إن شاء الله في الليل الصادق يا حاسم
قالوا قتال في الصلاة. كيف الليلة؟ دعين إلا يجين ولا دعين إلا بنيلات البطولة صندوق الكهلة مفتوح في الصلاة في اللي عندها ما يعرف الناس ما عرف الناس سرقة هذه بعد نقول لها تحية نضالية الأخت كروف اللي مطلوبة عن الدعم الروس عفوا اللي مطلوبة عن الدعم اللي حالتها سيئة ونشكر دكتور عالي اللي عرفها ونشكر اللي الدكتور اللي بعمليات الحمد لله نشكرهم تداما وتعافى على معلوماتنا نحييهم ونشكرهم ونشكر الشعب الصحراوي اللي كان لنا داخل يوم يطلب عن الطعام تآزر معاه نحييهم كما كان نحيي معتقلين السياسيين اللي مطلوبين عن